السلام عليكم خوتي خواتاتي من جديد. اليوم وصفتنا ديال الشباكيه المغربيه اللي ما كتخطا تطبله مغربيه، وهاد الوصفه هادي اللي هي فاسيل غابيد، يعني كتوجد بسهوله ودغيا كتحضر، وبالقوام يعني ديال الشباكيه غير هي كنخدموها بالمورينكس دغيا كتحضر. مهم انا غادي نخليكم على الوصفه ونخليكم على المقادير، ونتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونتمنى لكم رمضان كريم ان شاء الله، يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والهنا وبطول العمر يا ربي ان شاء الله لكل المسلمين. هذا ما كان، وغادي نخليكم مع الوصفه ومع المقادير، كيف ما كتشاهدوا كتجي هشه وما كتشربش الزيت بزاف. هنايا عندي كاس ديال الزيت، زيت المائده، وعندي ايضا كاس ديال الزبده معمر، الزبده اللي ذوبتها راها دايبه وكتعبروها، يعني عبر بكاس ديال العنبه. وهنا عندي 8 4 ديال المعالق ديال الخل ابيض. هنا عندي كاس ديال الجنجلان اللي حمرته وطحنته بحال هذا الشكل هذا، وعندي معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه طحنتهم خلطتهم طحنتهم. عندي قريصه ديال الملحه، عندي معلقه كبيره ديال الكركم ولا الخرقوم، عندي نص كاس ديال الزهر، وهنا عندي معلقه ديال القرفه. كيف ما كتشاهدوا المقادير قدامكم، وغادي نخلطوا كلشي في الخلاط. كيف ما كتشاهدوا غادي نديروا كلشي في الخلاط، غادي نعبروا هنا بالكاس اللي عبرنا به الزيت والزنجلان والزبده. وانا درت الكاس الاول، كاس الثاني، جوج كيسان اللي درت ديال الماء. تقدروا ديروا الماء دافي، ديروا الماء ما يكونش يعني ما يكونش سخون بزاف، غير دافي. وغادي نشاركوا المقادير كامله في الخلاط. كما كتشاهدوا درت الزيت، الزبده، الماء زهر، الخل، هنا غادي نضيفوا الجنجلان اللي طحنا، كاس ديال الجنجلان عامر وفاش كيتطحن كينقص شويه. كيف ما كتشاهدوا انا طحنته بواحد 8 معلقه ديال الزيت المائده باش كيتطحن مزيان وتيطلق ديك الزيوت ديالو كامله. هنايا غادي نضيف ديك معلقه ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه، وغادي نزيد نضيف معلقه ديال القرفه، معلقه كبيره، كلشي معبور بمعلقه الكبيره. هنا عاود غادي نضيف معلقه ديال الكركم، ما عمرش بزاف باش ما يطلقش الصفوريه، وغادي نديرو كريسه ديال الملحه على حسب الذوق. مهم اللي ما بغاش الكركم والخرقوم يدير الزعفران، زعفران الحر، ولا يدير ملون غذائي علاش لا، ولكن من الاحسن يدير واحد حاجه صحيه. انا فضلت ندير الكركم، عندي زعفران الحر ولكن فضلت ندير الكركم، وكل واحد ورأي ديالو. حنايا دابا طحنا كلشي، يجي على هذا الشكل، هذا يجي على شكل كريمه، وغادي نخويوه في قصريه ولا القصعه ولا كل واحد اش كيسميها. وغادي نضيفوا عليها ديك الباكيه ديال الخماره ديالنا ديال البيكنج باودر، كتفيها 11 غرام. كما كتشاهدوا الباكيه كتعبر معلقه كبيره. ودابا منين خلطنا كلشي
غادي نبداو نضيفو الدقيق تدريجيا. هنا الدقيق عندي كيلو ديال الدقيق الابيض، يكون من النوع الجيد ديال الحلويات، باش شباكيه ما تجيكمش قاصحه ولا تجيكم كتفرتت في القلي، يعني يكون الدقيق ممتاز. هنا غادي نبداو نضيفو الدقيق تدريجيا، وحنا كنشوفو عيننا ميزاننا حتى تجمع لنا العجين ديالنا، ما تجيش قاصحه بزاف، يعني راه كلشي كيعرف يصاوب الشباكيه. غير كان يعني كنوضح لبعض المبتدئات، المهم اللي غادي يشوفوا لا فيديو هادشي باش كنوضح لهم اكثر. والشباكيه راه كلشي كيعرف يصاوبها، اغلبيه راه كيعرفوا يصاوبوا الشباكيه، تبارك الله وصلى على النبي، راه كلشي كيعرف يصاوبها. المهم نتمنى تشاهدوا لا فيديو حتى الاخير، باش اللي بغى يجرب الوصفه تنجح معاه. هذا مكان، ونتمنى لكم فرجه ممتعه، خليكم على فيديو حتى الاخير باش تشوفوا شحال ديال الدقيق غادي يشيط لنا.
المهم خوتي خواتاتي، رجعت معكم من جديد. الشباكيه كما كتلاحظوا حنا دابا زدنا القلي، رحنا شبكناها البارح بيت ليله كامله باش كتشد راسها مزيان. باش كتشبكوها كتخليوها تبات ليله كامله، اللي بغى يقليها ديك الساعه كيقليها، واللي بغى يخليها تشد راسها باش كتجيكم يعني كتشرب العسل مزيان وما كتشربش الزيت في القليم، ما كتشربش الزيت فاش كتشد راسها مزيان. وحتى اللي بغى يقليها في نفس الوقت اللحظه فاش كيكمل الشباك يقدر يقليها، ماشي مشكل. غير في العسل، فاش تفيوها في العسل تبعوا الطريقه مزيان، خليوها تشرب مزيان العسل. وحتى الا درتو كانتيتي يعني بزاف وكانت عندكم العسل بزايد وبغيتو تخليوها هكا في العسل تبات باش كتشرب لكم العسل وما كتخسرش الشباكيه تبقى لكم على طول العام. والمهم ونتمنى الطريقه تعجبكم، واللي عجباتو الوصفه ما ينساش، المهم ما ينساش يدير بارطاج لا فيديو مع الاهل ومع الاصدقاء، علاش لا، باش تكبر العائله ان شاء الله. وشكرا لكم، وما تنساوناش بلي لايك، دعمونا وديروا لنا لي لايك لا فيديو. جزاكم الله كل خير وفضلا ليس امرا. واللي ما مشاركش في القناه يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوك جديد. وكنشكركم بزاف وكنقول لكم عواشركم مبروكه، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، ودخل علينا وعليكم رمضان بالخير والصحه. بالصحه هي الاولى، والخير وطول العمر، هادشي اللي نتمناه، هادشي اللي كنتمناه. وخوتي خواتاتي كنشكركم وكنقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله. غادي نحط لكم سلو صفوف اللي درنا ان شاء الله حتى هما. وشكرا لكم، السلام عليكم، تهلاو لي فراسكم، يلا باي باي عليكم. انا كنهضر بشويه لحقاش راه كلشي ناعس. يلا بسلام عليكم، باي، بيزو.